اليوم فقرتنا الأخيرة بتهم كل السيدات وبنضيف عليها كمان الرجال، لأنه صح. كمان اليوم عم نشوف الرجل عم يهتم بشكله الخارجي وبوزنه المثالي. تعددت الأنظمة الغذائية اليوم، كل يوم عم نسمع عن نظام غذائي جديد. مؤخرا أطلق نظام الكيتو الغذائي، لنحكي أكثر عنه، قديش فيه سلبيات وإيجابيات، قديش فعلا هو بيعطي الجسم كل ما يطلب من فيتامينات او اغذيه صحيه اكثر، مع اخصائيه التغذيه ثواب الغبر. اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. وصباحك يا رب الهي، اهلا وسهلا. يسعد صباحك الحلو. يعني بالبدايه خلينا نحكي، في سمعنا كثير كيتو 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 كيتو، ولكن كل حدا يمكن يشوف على اليوتيوب، يشوف على الفيسبوك اقاويل، وهذا بيقول لك طريقه وهذا بيقول لك طريقه ثانيه، ولكن خلينا نعرف ونتعلم عرف شو الكيتو. هلا الكيتو دايت هو انشهر بهالاسم هذا نظرا لماده عم تطلع من وقت بطبق الانسان تطلع منه بنسبه عاليه، هي الاحماض الكيتونيه. فالعالم ما له بالتفصيل الكيميائي لهذا النظام، لكن الفكره الاساسيه هو نافس الاتكنز، يعني هلا مثل ما بيقولوا عصر الكيتو. لكن نحن بدنا نيجي نحكي اليوم عن مثل ما قلنا ايجابياته وكمان ثغراته. الفكرة الأساسية إنه أطلق هذا النظام إنه بكافح ارتفاع نسبة الأنسولين بالدم، لأنه بيمنع الكربو، بيمنع السكر الأبيض نهائياً، يعني زيرو شوغر، يعني ما في ولا نقطة سكر بالجسم. بيعطش الجسم لمادة سكرية، وقت بتعطش بهالقصة هاي بهالطريقة هاي تظهر بجسم بديل للطاقة السكرية اللي هي أحماض الكيتون. هاي الأحماض الكيتون عندك ياها بتعمل عندك ياها نحت لشيء اسمه المخازن الدهنية بالجسم، فبصير الطاقة اللي بده يستنفذها الإنسان من مخازنه الدهنية القديمة، لأنه ما عاد في وارد سكري للجسم. بس هيدا الشيء ما غلط، هذا شيء صح جداً. يعني ما، لكن مشكلتنا مع هذا الوقود الطاقي اللي هي الآثار اللي هي بتطلع عندي اياها كمنتجات الثانويه لحرق الخلايا الدهنيه. فهون ببلش بقى عندنا وقت بيصير الكيتو دايت متجاوز 3 شهور 4 شهور وزيرو شوغر وهالقصص هاي كلياتها، بيكون نضف الجسم من بعض المواد، لكن الجسم فقد انواع اخرى. تعليق البسيط على الكيتو انه هو بيحرم الفواكه، وهذا شيء غلط احيانا. الفواكه وقت بتتحرم على الجسم، حتى سكر الفواكه ما بيحطوا فواكه كتير ابدا، فواكه معينه فقط بيحطوها، لكن الفكره انه بندره جدا عاليه بتبلش الجسم يفقد بعض انواع معينه من الفيتامينز ومن بعض المعادن المينرالز. فالقصه بيفقد شوي اسمه الاصطناع الكولاجيني بالجسم والامور هي، مع انه هو عالي البروتين جدا. واحلى شيء فيه انه كمان بيعطي شويه مرونه شوي بالبشره، يعني بتقولوا كيف انه انا مثل ما بيقولوا سلاح ذو حدين، يعني شلون عم ينقص بعض المواد، وكمان بيعطي فيتامين اي للبشره لانه بيركز كمان على الدهون، الدهون بنسبه عاليه فيه، يعني فيك تاكلي بيض مقلي، فيك تاخذي شيء مقلي، لحوم مقليه مع بقدونس وبصل وهالامور هي، فيك تاخذي زبده، فيك تاخذي مكسرات بكسره، في هالامور هي كلياتها. لكن برجع بقول انه وقت ايقاف هذا البرنامج ويرجع الانسان لنظام حياه نوعا ما معتدل، بيلاقي حاله بشد ارتفاع بعده. هذا فكرته انه كمان بده يكون دراسه عند ايقافه، يعني هي النقطه اللي بدهم ينتبهوا العالم لها، لانه مختص مش اللي الكيتو دايت هلا صار اللي بيعرف قالته واللي ما بيعرف قالته عم يفوتوا، عم يفوتوا بالنوادي، عم يحقق نتائج سريعه جدا. وخلق الانسان عجوله بيحب النتائج السريعه، وانا بالفعل انا مع هذا النظام، لكن مع طريقه انه ايقافه تكون بفهم، وايقافه لازم يكون مو لمده، يعني مو لبعد مده طويله من استخدامه، يعني كل شهر تدريجيا لازم يعود الجسم حاله انه وقت بيوقف يشوف نترته قديش، ما تطلع النتره بعده كثير عاليه. لانه انا مثلا انا افرض خسرت دهون بالبطن واجا هذا الكيتو دايت عندك يا توقف، بعد ما بلاقي الا خوالف الظهر اجتمعت بشكل طريقه ثانيه، يعني بترجع الدهون بطريقه ممكن غير المكان اللي انت خسرانيه فيها. فاحيانا بيفقد الجسم تناظريته، احيانا بصير تراكميه زياده بالقرنه اللي انا خسرتها، يعني بصير الزياده بعد الكيتو دايت عشوائيه. هو الكيتو مترافق مع الصيام المتقطع ايضا؟ هلا الصيام المتقطع له اليه والكيتو له اليه. مو في ناس بيجمعون الاثنين، بيجمعون الاثنين، لانه الصيام المتقطع بيعتمد على انك انت، انا ما حد دخل بوجبتك، لكن انت عندك 16 ساعة غير المي على جسمك. تماما. فبيصير عندي هبوط، نفس المبدا، النتيجه واحده انه هبوط الانسولين بالجسم بشكل عالي، فبالجسم بده يفتح مخازنه الدهنيه، اما هداك عم يفوت دهون ليدوب دهون،
يعني مثل ما بيقولوا عمينا قاعد دهون بدهون. كيف عندك مثلا طنجرة فيها بقايا طعام بتيبسي على البناء والأمور هاي، تنقعيها عرفتي كيف علي، بتتركيها فترة معينة بتيجي بتلاقيها لانت معك بالتنظيف. ونفس الشيء بيقول لك الجسم فوتي لي دهن جديد لأعطيك دهن قديم مختزن عندي. فهو هي مبدأه. فالدهون الجديدة إذا كانت جيدة مثل الزيتون وزيت الزيتون والمكسرات ممكن تروح على الأعصاب، ممكن تروح على الدماغ، ممكن تروح على المفاصل، ما تروح تراكمية في هيك. وهذا لب مبدأه للكيتو دايت. طيب خلينا نحكي، يمكن اشرتي لنقطة مهمة، كيف النظام انا فيني اتبعه وشوي شوي يعني اطلع من هيدا ايقاف واطلع منه. لهيك كثير من الناس يمكن بتنتقل على الانترنت والسوشيال ميديا وتتبع هيدا النظام لحاله بدون استشارة اخصائي، لازم متابعته مع اخصائي بحيث يكون الجسم سليم صحيا وما يلاقي الفرق الشاسع بس يقف هيدا النظام في وقفه. فينا اول ما بدا يوقف الانسان الكيتو دايت لازم يتبع سياسة اليوم اي يوم لا. يوم بيضل على الكيتو، يوم ببلش الفواكه، يعني اول سكر يدخل للجسم اللي محتاجه جسم سكاكر الفواكه، يعني مثلا يجيب مثلا عندك يا فاكهه مو تكون مثلا غنيه بالسكر، ممكن فورا يفوت على الموز، يفوت على الامور هي، روح على البرتقال، على الامور اليوسفي، هدول الحمضيات شوي 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 بالتدريج، ويعمل يوم بفاكهه يوم بلا فاكهه، ويلاحظ اليوم اللي هو عم يعمل فيه الفاكهه قديش ازداد عن الفرق، لانه الجسم بده يكون عطشان هلا لمرحله السكريات. الشيء اللي بيهمني امره النقطه الثانيه، يبلش هو يشوف اذا هو بلش يتدرج بسرعه زياده خرافيه يرجع يساوي 3 ايام 4 ايام الكيتو دايت. يعني كيف ممكن يزيد وزنه بس يوقفه؟ يعني ممكن ممكن بس يوقفه فورا يلاحظ زياده بالوزن فورا، لانه الجسم بده يكون متعط. اي شيء بتوقفيه بده يعمل عندك يا شوي شوك باختلال التوازن. لكن اذا عرفتي مثل كيف عصايه اللاعب السيرك، اذا وسك بالنص مالت لهون يعرف يميل للطرف الثاني، مسك الامور بشكلها، لانه قاعده علم الغذاء هو قاعده توازنيه. يعني انا ممكن انا اكون بدي انا قيم تراكميات زايده بجسمي، بدي اصلح اخطاء قديمه، ما دام ما تصلحت ما عاد في يمشي الحال اني انا ضل طول حياتي دايتات. يعني الله خالق لي السكر وخالق لي الخبز وخالق لي، انا ضد انه زيرو شوجر، لانه غذاء الدماغ سكر العنب. يعني انا ما هالموضوع كثير انا معه، رغم هيك سالتك انه مش خطر انه عليه ولا بدراسه التغذيه. اكبر هرمون بيرفع نسبه اختزان الدهون بجسم الانسان هو الانسولين. لذلك قامت عليه انه هي وقت بيرتفع الانسولين حتى بتختل المناعه وقت لكن رب العالمين حط له منسوبات معينه من توازنيه هذا الهرمون بالجسم، لا انا اطلع عنه ولا انزل حده، جاء عندي تراكميات لازم نزله حتى بعدين قديم، لكن وقت بيصير الانسان متوازن لا رب العالمين حلل له كل الامور باعتدال. فهي هي القاعده الاساسيه. صحيح، ولكن خلينا نرجع ونحكي عن التحذيرات. اولا باي عمر في الواحد يعمل كيتو؟ ثانيا هي اي اخطر للنساء ولا للرجال؟ وثالثا اذا عاملين ربط معده فيهم يعملوا كيتو؟ هلا شوفي عزيزتي، الكيتو دايت اولا بدي احكي النقطه الجمله هو نظام صحي تماما. بالعكس انا بشجع اليافعين انه يعملوه احسن من الانظمه هي الخطيره تبع انظمه الصنف الواحد. يعني عدي طول النهار واحد على بان على تفاح، هي اكثر ريجيمات بتهدم كولاجين العضلات وبتنزع هرمونات النمو بالجسم. فانا كمان مشكلتي مع اليافعين انه في عندهم هلا قمه، بده يفوت الانسان بده يتاقلم على هرمونات جديده او هرمونات بنسب معينه زادت تركيزها، بكره الدايتات اللي هي الخاسفه. يعني هذا الامور. الشيء اللي بدي اقول عنه انه تبعات اليافعين انهم يعملوا 3 اسابيع والاسبوع الرابع يريحوا. الناس الرياضيين انا بشجع عليه، لانه اللي بده يبني عضلاته انا بشجع، لانه نظام الكيتو بيخلي ينشف العضله وبيبني عضله جديد. الناس اللي بدها تروح على عمليات المعده لا ما بشجع هذا الموضوع. لا قبل ولا بعد؟ لانه عمليه المعده هي عباره هلا بدك تاخذي شيء اسمه المينرالز بكل كمياته وهالامور هي. الفكره تبع اللي عامل عمليه المعده سليف او تحويل المسار والامور هي، الباي باس والعمليات هي شو بتعمل؟ بتعمل خفض للجلوكوجين السكري بشده بمنطقه الكبد.
فبعد فترة بيصير الإنسان بيحلم بالسكر. يعني إذا بتقولي له لأي إنسان عامل عملية معدة بعد سنة أو سنة ونص بيقول لك أنا مالي جوعان لأي شيء غير المادة السكرية. وهي المادة السكرية اللي بتخليه ينطر بعد فيما بعد فيها. يعني بيقول لك أنا عم نام وعم بحلم بالمادة السكرية، لأنه مو هو لأنه نقص، لأنه خصبا عن راسه فاتت عنده يا اسمه الهدم الجلوكوجين السكري داخل الكبد عنده. يعني مخازنه بالعربي الفصحى صارت صفر، الفريزر تبعه صارت صفر، فجسمه باللاواعي صار يطلب السكر. فوقت بتيجي بتعملي له كيتو دايت وكمان بتحرمي السكر عليه، بتنزعي شيء اسمه عنده المزاج او العصب او التركيز، خلص بصير كثير فبيصير معصر. عندك الاعصاب تبعه تلفاني، حتى تركيزه مو قصه اني انا ما بقول انه مو صحي له، لكن لا يستطيع مريض او اللي عامل عمليات المعده انه كثير يتاقلم مع الكيتو دايت. لكن انا برجع بقول انه الانسان سبحان الله مثل الماكينه دربيه بتتدرب. يعني فهي الامور هي كلياتها اذا انتبهت انه هو شو مبداه، انا بريح حالي بتوازن بعده، انا بعده وقت عم فكه بفهمه ولا عم فكه بافراط فظيع، هون بقى بيصير بياخذ ايجابياته اكثر من سلبياته. طيب خلينا نحكي عن انواع نظام الكيتو، في عده انواع لنظام الكيتو كلياتها صحية فينا نقول. يعني هلا انا اللي بقول عندك يا وقت بيجور البروتين والدهون، يعني في كيتو دايت عندك يا دهونه اعلى من بروتينه، في كيتو دايت بروتينه عكسه. اعلى من الهيئة حسب الرياضي وحسب الاجناس. بس القصه في كيتو دايت بفوتوا الافوكا، بفوتوا كثير اشياء معينه، لكن انا بقول انه اللي اخطر نوع من الكيتو دايت انه لازم ينتبهوا لنسبه السوائل بالجسم. في كيتو دايت ما كتير بيقول لك انه السوائل تجي كيف بدي لك مع الوجبه، بيقول لك بعدي عنا لبين ما انا الجسم يفعل الاحماض الكيتونيه بعدين ينزل السوائل فيها. الفكره الاساسيه اخطر انواع اللي عندك الكيتو دايت اللي هو فيه سوائل قليله، لانه الاحماض الكيتونيه بتحتاج انها تتصرف عن طريق الكلى، والمنتجات الاستقلابيه تبع الكيتو دايت بتروح تتصرف على الكلى. فانا اذا ما كنت مريحه كلويه ما بيزبط معي هذا البرنامج كثير. الشيء الثاني اللي بدي نبه عليه انه هو نحن بنستخدم الاسلوب الماء، انه شرب قد ما بدك مي، هذا شيء خاطئ جدا. لازم الانسان يشرب حسب كتلته، يعني كل 10 كيلوغرام من كتله الجسم بدها كاسة مي. تماما وزنه 60 بده 6 أكواب، وزنه 80 بده 8 أكواب، وزنه 100 بده 10 أكواب يوميا. والنقطة الثانية ينتبه انه مو الخمس أكواب يجوا مع فترة الغداء، مو وقت العطش انا بشرب المي بالكيتو دايت. لازم انا افهم انه احيانا الاشياء اللي فيها صوديوم واكثر بتخلي هاي المي تختزن بشكل احتباسي. فهذا هي بدنا ننتبه عليها النقطة، فهو حسب نسبة السوائل في الكيتو دايت. وانا بقول كثير ينتبهوا على هالنقطة هي انه يكون متوازن البروتين مع مادة الدهنية. قبل ما نختم كمان حابه اسال سؤال، بالكيتو دايت بيسمحوا انك تاكلي مثلا ان كان دهون وان كان بروتين كميات قد ما بدك، صح؟ صح. طيب هي احلى شيء فيه، هي احلى شيء، ولكن هون ما بتكبري معدتك. يمكن بيقولوا لازم وقت الواحد يتدرب يعمل دايت لازم تصغر معدتك بكميات قليله. هذا يعني هي الاستفسار انه انا فيني اكل مثلا 7 بيضات مقليه، طيب انا ما عم كبر معدتي هيك؟ طيب. ولا هلا انا مع هي الجبنه اللي هي بتخضع الدماغ بشكل وهمي. أوكي. وقت بتقولي له للمريض عندك جبنه باي كميه، بيض باي كميه، ما بياكل كثير. اما لما عملتي العكس، اما بتقولي له مثلا 3 بيضات بصير بده يطلب 4. هذا شيء اسمه بيقولوا العامل النفسي تبع الكيتو دايت. نجح فيه هذا الكيتو دايت بشكل كبير مع كلمه باي كميه. يعني انت شو بتفوتي على واحد الدايت عندك يا باللاواعي تفكري انه حرمان من بلا اكل؟ يعني هذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني رجيم، يعني انت بفايت على شيء اسمه حرمان. فقلتي له باي كميه بتعملي له ريلاكس كثير للمريض تبعك، يعني ملتزم اكثر. نجاح البرنامج بكلمه باي كميه. بس سبحان الله، يعني كيف بدي اقول لك اول مره بيفكر انه هيك بس لحاله بيصير بيضبط كميته، مبرمج بيصير. ما عاد في شيء ممنوع بمخ. بالختام شو بتحبي تضيفي كلمه اخيره لكل اللي عم يتابعونا، خصوصا السيدات اللي حابين يتبعوا هيدا النظام؟ هلا شوفي عزيزتي، علم الدايت وعلم زيادة الوزن ونقصان الوزن وعلم الرشاقة يوم يوم، ومطلب السيدات ومطلب الرجال ومطلب الكل. هلا صار عن جديد الإنسان يكون متوازن مع حاله، عمل دايت نزل نص كيلو نزل 3 كيلو نزل هي، يعمل اللي عليه تماما، يكون منطقي واقعي مع حاله. لا هو كده يكون طول، حتى لو ما جاب النتيجة اللي هو بترجاها. وقت الإنسان بيكون متقبل ذاته، بيكون عندك واقع مع حياته اليومية، وقت بيحس حاله عم يكافئ حاله بقطعة شوكولا بسيطة مثلا أو هيك، لكن ما يكون في عنده إفراط.
ما هي الشغلة هي مثل ما بيقولوا عصاهي، بس إنه ينتبه إذا ما عم يعرف ينزل وزنه لا يحاول يزيد. يعني كل العالم تيجي بتشكي إنه أنا ما عم بعرف نزل وزني، وزني صعب مثل تك، بقول له طب لا تزيد، لأنه الاستقلاب الزمني هو اللي بيعمل السمنة للإنسان أكثر من ما هو فقط دايتات ولايتات. لكن أنت هلأ زودت الكيلو، هلأ طالعه من جسمك، قبل ما يطلع عليه كيلو تاني يصير بسمار كبس للكيلو اللي قبله. هذا هو أهم شيء. بهذا الطقس لازم هيك نتحرك حلو الطقس معكم بهذا الطقس، فمننصح ومنتهم الشتوية، ولكن الشتوية والقعدة وكل شيء. لا أنا كتير بدنا نتشكرك على المعلومات القيمة، وأكيد بدنا نرجع نقول ونكرر دائما أنه أي حدا بده يتبع نظام غذائي لازم استشارة طبيب مختص أو أخصائي تغذية لحتى ما يعمل جسمه فيدباك ويصير بدل دايت. يروح عند أخصائي التغذية يفهم شغلته، لأنه بالفعل أنا مو مع الإنسان يروح ويجي عند الدكاترة. تمام. يعني بيفرق معك مريض عن مريض، واحد بيفهم واحد طالع مثل الببغان يردد. أنا بحب الإنسان يعي شو عم يتاخد ويسأل عن وصفته. تمام. نشكرك ضيفتنا الجميلة أخصائية التغذية سواب الغبرة على وجودك معنا. شكرا كثير إليك. يا أهلا وسهلا. يسعد لي صباحك. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا.